بارك عليك. انا الاخت ديال معاد اغرود اللي من بناء العطاويه 51 اللي اختفوا في شهر 6 في 11 2023. دابا 9 شهور هذه مازال ما عرفناش المصير ديالهم. والامهات الامه راه في واحد الحاله راه لا يرثى لها، راه عرفتي راه كلهم اعصاب كلهم مراض، داكشي علاش ما جاوش كاملين بزاف لهنا. دابا حنا بغينا نعرفوا المصير ديال الابناء ديالنا، واش ميتين واش حيين. داكشي جينا قدام القنصليه الاسبانيه كنطالبوا منهم يتعاونوا معنا، يقولوا لنا يفي المصير ديالهم، واش هما واش كاينين هنا في المغرب واش كاينين في الاسبان. المهم المصريه حنا تيقولوا راه ولادكم دازوا، صلات 3 ايام اتصلوا بينا قال لك راه على سلامتكم راه خوتكم راه وصلوا بخير وعلى خير. ولكن ديك من ديك الساعه ما عمرنا باقي سمعنا شي اخبار عليهم. دابا 9 شهور هادي ما باقي عرفنا كاع المصير ديال الدراري. دابا راه 9 شهور هادي مازال ما عرفناش المصير ديالهم. والبارح والله الا جينا من العطاويه بتنا في المحطه ديال انزكان، طال الصباح جينا هنا قدام القنصليه. دابا كنطالبوا بالقنصليه الاسبانيه تعاون معنا، تعرفي المصير ديال ولادنا فين كاينين. هما تيقولوا لك كاينين في سميتو في جزر كناري تما في لاس بالماس في شي حبس، وبغينا حنا يتعاونوا معنا يعرفوا المصير ديالنا. دفعنا لهم باسبورات، دفعنا التصاور، دفعنا كل شيء تما. البارح واحد الفيديو البارح شفناه، واحد الام تتقول لك هذاك راه ولدي، راه ولدي هذاك، ولكن حنا متاكدينش. قال لك خرج هذا الفيديو وصل 4 ايام في شهر 6 ديك الساعه فاش خرجوا الدريب 4 ايام، ولكن حنا متاكدينش داك الولد اش ولدها ولا لا، حيت حنا ما وصلوناش الصور. الحراقه ديك الساعه دوك المصريه تيقولنا غنصيفط لكم تصاور فيديوهات، ولكن ما توصلنا حتى حاجه لا تصاور لا فيديوهات. وكيوهمونا كل مره كيرموا لنا واحد الفلوكه تيقول لك ها ولادكم وصلوها، ولادكم هما غير كيقادو سميتو ديالهم باش يهربوا. كل مره كتقول لهم حيتاش العطاويه عرفتي مدينه صغيره ما كاينش الدراري فين يخدموا، ما فيها لا وزين لا تكوين لا حتى حاجه. الزيتون اللي فيها راه يبس راه 4 سنين هذه ما فيها حتى حاجه، جالسين غير جالسين تما خدامين مردامين تياكلوا دماغهم. زيدوا راه حنا شارين الطريق، راه حنا لامارين، راه حنا الطريق دايم مسرحه، راه كلشي غتوصلوا تما بخير وعلى خير، غتخدموا مزيان وتهزوا والديكم. انا خويا راه عنده 19 عام كلاو ليه دماغه وزيد زيد حتى تلفنا وتكلفنا وصفتناه باش يدير مستقبله. ايوا انت كتشوف دابا المصير ديالهم ما عرفنا ميتين ما عرفناهم حيين. 4:30 كاين اللي خداو منه 4:30، كاين اللي خداو منه 5، كل مره واش كيتسمصروا بعضياتهم تياكلوا في عباد الله تيقول لهم راه 4:30 حيت هما تيقولوا الطريق مسرحه راه دايزه الطريق. كلشي كلشي يقول لي غادي توصلوا بخير وعلى خير. 3 ايام في البحر داكشي يعني تخرجوا هما نهار السبت في الليل الثلاث صيفطوا لنا قال لك راه ولادكم وصلوا، راه يومين الا سميتو غيدوزهم قدام في الكوميساريه غيتصلوا بكم. لا لا ما كنتحملش الجزء، لا انا الاخ ديالي يوميا نفس الموال في الدار يدخل عافاك عافاكم بيت نمشي بيت ندير به واشنو بندير، انا ما خدام هنا ما كاين فاش نخدم. كيف قلت لك ما كاين لا وزين لا حتى حاجه. تما معروف بالزيتون، الزيتون راه ما بقاش راهي بس 4 سنين هادي فاش بغيو يخدموا الدراري. هاي جلسوا تما غير غادي يتشمكروا، قالوا اللهم نمشي نديروا مستقبلنا. هادشي اللي كاين. ودابا كنطالبوا المهم السمسره دابا جوج مشدودين جا باقي لدابا كاين وديما كيتعاطى معنا تيقول لك شوفوا سيروا كل مره كيرمي لينا واحد سميتو في الفيسبوك راه ولادكم كاين في البرتغال، سيروا قلبوا مره ثانيه يقول لك ولادكم كاين في جزر الكناري في لاس بالماس في تينيريفين. واحد الام نيت من هاد الامهات راه ولدها قالت تحل تفتح الفيسبوك ديالو شي 3 ايام هادي، هي اليوم ثاني الصباح صيفطات لنا بنتها قالت راه الفيسبوك ديال الاخ ديالي راه تفتح مع 5 الصباح. ايوا كنتمنوا الفرج، كنتمنوا القنصليه الاسبانيه تعاون معنا. احنا من ابناء العطاويه 51 واحد من نهار 10 في شهر 6 الى يومنا هذا حتى اخبار عليه. ولدي قرا حتى الكاتريام وخرج ما جابش الله، المهم ما خلفاش خدم ما خلفاش دار ما جابش الله. الحمد لله على كل حال بلادنا فيها الجفاف، يعني بلادنا معلوم ليها بالزيتون وبداك الشيء من الزيتون خويا كله تحرق، ما كاين عندنا فاش يخدموا. دارو تاعي ومساكن ما خلاو فين ما خلينا فين مشينا بغاو نلصقهم فاش يخدموا ما كاينش. والحمد لله هادشي هو اللي قسم الله كتب عليهم المكتوب، صيفطناهم والله الا غير تسلفنا الفلوس وصيفطناهم. كيقول لك امي 4.5 مليون والله مازال ما عاطيه فيها والو. كيقول لك امي عاد تسلفي لي حتى نمشي ونقدك انت وخوتي، نقدكم ما نخليكمش في هذه الحاله. ودابا عليه ما عليه حتى اخبار. ودابا الفيسبوك ديالو كيتفتح عرفتي تفتح نهار السبت ساعتين، وصيفطنا ليه وصيفطوا ليه الناس وصيفطوا ليه صحابه وصيفطوا ليه كيقراو وما كيجاوبوش. وعاوتاني تفتح نهار 2
وعاوتاني اليوم حق الله العظيم الا ناضت اختو من النعاس كتقول لي ماما خويا راه تفتح ليه الفيسبوك ديالو وما عارفش تتصيفط ليه ما عارف ما باش يجاوبو وما عرفناش اش غادي نديرو. وحنا جينا من العطاويه والله الا بيتين هنا في المحطه ديال انزكان وقف بينا الكار مع ثلاثه من ثلاثه وحنا واقفين في السمره دابا كنطالبوا بالسلطات الاسبانيه تحن فينا وتشوف لنا الحل وليداتنا الا كاينين في الصبليون غير يخبرونا غير نرتاحوا. احنا ما عرفناش المصير ديال وليداتنا كيطارب فيهم غير نعرفوهم الا حيين ويعطيونا غير نهضروا معاهم ولا غير يقولوا لنا راهم كاينين. هادشي هو الطلب الوحيد اللي كنطلبوه منهم الله يجازيهم بخير يوقفوا معانا. رحنا تقهرنا والله الا كاينين الامهات اللي تعوقوا كاين اللي ماتت كاين اللي ما بقاش كاع قدرت مسكينه تخرج والله الا عندنا مدفونين والله الا دروك قالوا هاد الوقفه والله العظيم الا عندي الطبيب اليوم ما مشيتش ليه قلت نمشي حتى نحضر لهاد الوقفه ديال الدري ما ربنا يكون فيها خير ان شاء الله يا ربي. الدراري خرجوا من اكادير حارقين هما ولاد العطاويه وخارجين من اكادير خرجوهم ثلاثه تصمصريه جوج مشدودين وواحد باقي ما مشدودش لحد الساعه باقي ما مشدودش. كنتمناو من السلطات المغربيه يشدوه لينا وكنتمناو من السلطات الاسبانيه تعاون معنا لان هاد الحراقه تيقولوا لينا بان الدراري خرجوهم بغينا نعرفوا والدراري ما كاينينش هنايا في المغرب بغينا نعرفوا الدراري واش كاينين في الصبليون ويتعاونوا معنا السلطات ديال اسبانيا هذاك الشيء باش جينا هنا حدا السفاره ديال الصبليون باش يعني يتعاونوا معنا من باب الانسانيه. راه حالتنا حاله الميمات راه ما كايناش شي وحده فيهم اللي تتاكل بخاطرها ولا تتنعس بخاطرها راه من شهر 6 الان راه لا اله الا الله ومحمد رسول الله. قلت لك بالنسبه للشبه اللي قالت الاخت زهيره وكان غير الشبه ديال واحد هو الشبه ديال 12 واحد زعما كلهم حنا شبهناهم كلهم ناقضاهم الكروزاروخا الصليب الاحمر كلهم عاطينهم دوك الكاشات اللي في الغوج واقفين كنا شبهنا على ولادنا. من الغريب في الامر اننا ملي كنسولوا على هذيك المجموعه اللي دخلت في هذاك التاريخ حتى واحد ما كيعطيك اخبار سواء في المغرب سواء في الجزر ديال الكناري وهذا الشيء كيتير زعما احنا درنا كاع محاميه في الجزر منين مشات وكتقلب في اخر شيء كتدفع علينا التليفون كتقول لنا ما نقدرش نجاوبكم. ايوا ملي المحامين ديال اسبانيا ما يجاوبوناش القنصليه المغربيه عاوتاني ما تجاوبش هنا عاوتاني احنا كنطلبوا هاد عاوتاني يديروا معنا غير شويه واحد الالتفاته بسيطه باش غير باش نفكوا هذاك اللغز لانه في الحقيقه راه لغز باش واحد كتشوف فيه واصل وملي كتقلب عليه ما كتلقاهش راه شي حاجه زعما لا ما كيستوعبهاش العقل. المخاوف ديالنا الصراحه هي شنو هي انهم بصح يكونوا بحال اللي كيتقال انهم دخلوا بشي حشيش وهما مساكن لا علاقه لهم بهذا الامر هما كيقلبوا على حياه افضل ما خدمه لا ردمه في بلادنا مع الاسف كيقلبوا على حياه افضل ويمشوا ويلقاو راسهم مشدودين يعني معتقلين على اساس تجار مخدرات راه ظلم هذا يعني شكون اللي غادي يعاونهم؟ غتعاونهم الدوله ديالهم مع الاسف القنصليه ما التفتتش لينا عيطنا للقنصليه في الجزر الكناري ما كيعطوناش جواب نهائيا داكشي علاش العائلات قرروا انه يوقفوا القنصليه الاسبانيه ربما واه الدراري كلهم مثقفين الصراحه ايوا كنتمنى هاد الوقفه تجيب شي نتيجه ويلتفتوا ويعطونا ولو غير شويه ديال المساعده باش نقدروا نفكوا هاد اللغز لانه في الحقيقه راه لغز.